عادت أخبار الحوادث داخل الإقامات الجامعية للواجهة، وكانت حادثة وفاة طالبة بالإقامة الجامعية أولاة فايت القطرة التي أفاضت الكأس، شرارات كهربائية، انفجار قارورات غاز، وأسباب أخرى قد لا نسمع بها، غير أن النتيجة واحدة، حياة الطالب في خطر. اليوم ربما الشعور بالمسؤولية قوي جداً، شعورنا بالمسؤولية تجاه الطالبات، تجاه الإقامات، تجاه ربما المنازل كذا، دفعنا إلى التفكير في مجال التحسيس العلمي للحماية المدنية، حضورهم اليوم لتقوية الأداء وعلميا لحماية ربما الطالبات بالدرجة الأولى. بعد ما حضرت هذه الدورة تاع الوقاية استفدنا هي ولا بالنا حنايا بلي ريزيستونس يضرنا، ولا بالنا بلي هذاك البلونجور كي نسخنوا به الماء ثاني تضرنا، ولا بالنا في كلش هادو. بصح على غالب دوكا في الإقامات الجامعية ما كانش بون ما سخون ما كانش تما، لازم يدوش الإنسان تما. كي نجيبو هذا البلونجور حنسخنوا به الماء، دير كوارث على بالنا. وسائل وأجهزة عدة يستعملها المقيمون بالإقامات الجامعية في كثير من الأحيان بصفة اضطرارية لتلبية بعض الحاجيات البسيطة كوجبة دسمة أو حتى قليل من الدفء، لكنهم يجهلون مخاطر تواجدها بغرفهم. وكان لنا يعني دور مهم أننا كيف نتجنب هذه الظواهر السلبية، كيف المعاملة سواء المقاومة أي لا ريزيستونس والقرارات الصغيرة اللي راهي تستعمل بكثرة داخل الإقامات الجامعية، حتى كيفية استعمال الوسائل الكهرباء، الأخطاء اللي ترتكب من طرف الطالبات والطلاب بصفة عامة. وكان لنا نقاش لأنه إيمانا منا أنه التحسيس والتوعية يلعب دور هام. حادثة وفاة طالبة جامعية بالإقامة وأخرى قد لا نسمع بها تجعل من تضافر جهود إدارات الإقامات والطلبة ضرورياً، فعلى الأول فرض قوانين صارمة ومراقبة مدى تطبيقها، وعلى الثاني احترامها.